السلام عليكم، مرحبا ويا هلا وسهلا فيكم على قناتي في اليوتيوب. في الدقائق الجاية راح أتكلم عن مرض اسمه القاتل الصامت. يمكن بعضكم أول مرة يسمع هذا المصطلح وبعضكم عارف عن إيش بتكلم. القاتل الصامت اللي هو مرض ارتفاع ضغط الدم. يا ترى ليش سمي بالقاتل الصامت؟ وإيش هي أعراضه؟ مسبباته؟ إيش عوامل الخطر والمضاعفات المحتملة منه؟ تابعوني لآخر الفيديو عشان تعرف كل المعلومات المهمة عن ارتفاع ضغط الدم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. معكم الدكتورة حسنة عمر دماس، استشارية أمراض الباطنة وأمراض وزراعة الكلى للكبار، مهتمة بالجودة وتثقيف المرضى وتوعيتهم. حبيت أبدأ هذه القناة عشان تكون منصة تثقيفية وتعليمية ونقطة تواصل ما بيني وبينكم. أتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك، تفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم الفيديوهات أول بأول، وتعطونا إعجاب وتشاركوا الفيديو مع الأهل والأصحاب. ضغط الدم بيتحدد في جسمنا بحاجتين: قوة ضخ عضلة القلب للدم وكمية المقاومة اللي بيواجهها في الشرايين. مرض ارتفاع ضغط الدم يعتبر واحد من الأمراض المزمنة الشائعة. هو بشكل مبسط ارتفاع الضغط في الشرايين بصورة مستمرة ممكن ينتج عنه مضاعفات على أعضاء الجسم. غالبية المرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم ما يكون عندهم أي أعراض حتى لو كان ضغط الدم عندهم مرتفع بصورة خطرة. البعض ممكن يشتكي من صداع أو نزيف من الأنف أو صعوبة في التنفس، ولكن هذه الأعراض ما هي خاصة بارتفاع بضغط الدم وأعراض عامة وغير محددة، وإذا حصلت معهم ممكن معناه أن الضغط عندهم مرتفع بصورة خطرة. علشان كده سمي بالقاتل الصامت لعدم وجود الأعراض. المريض ما يعرف أنه عنده ارتفاع في ضغط الدم، وممكن تحدث مضاعفات على جسمه من ارتفاع ضغط الدم زي الذبحة الصدرية أو الجلطة في الدماغ لا قدر الله. راح تسألني وتقول يا دكتورة إيش أسباب ارتفاع ضغط الدم أو ليش أنا عندي ارتفاع في ضغط الدم؟ عندنا نوعين من أنواع ارتفاع ضغط الدم. النوع الأول هو النوع الأولي أو الأساسي، عادة ما يكون في أي أسباب أخرى لارتفاع ضغط الدم، لا في أي مرض عضوي أو أدوية، عادة بيحصل في البالغين، وبالنسبة الأكبر من المرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم يكون عندهم النوع الأولي، بيظهر تدريجياً مع الوقت مع تقدم العمر. النوع الثاني هو النوع الثانوي، يعني ارتفاع ضغط الدم نتيجة بسبب آخر، ممكن يكون مرض أو أدوية هي اللي أدت إلى ارتفاع ضغط الدم. رح أعطيكم أمثلة على الأمراض اللي ممكن تسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل ثانوي: المرضى اللي عندهم انقطاع التنفس أثناء النوم، أمراض الكلى، بعض أمراض الغدد الصماء، وبعض الأدوية زي حبوب منع الحمل، حبوب الزكام، الأدوية المسكنة للآلام، هذه كلها ممكن ترفع من ضغط الدم. وزي ما تكلمنا في الفيديو السابق عن الأدوية، إنه لازم تسألوا طبيبكم عن أيش الأعراض الجانبية لأي دواء يصرف لكم إياه. اللي ما شاف الفيديو عن الأدوية راح أترك لكم الرابط في صندوق الوصف، تابعوه بعد ما تخلصوا هذا الفيديو. ممكن تسأل وتقول يا دكتورة من هم الناس اللي أكثر عرضة إنه يصير عندهم ارتفاع في ضغط الدم؟ في عندنا عدة عوامل نسميها عوامل خطر، إذا توفرت في الشخص ممكن تزيد من نسبة احتمالية الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم. راح أذكر لكم منها: تقدم العمر يعتبر واحد من أهم الأسباب، كلما كبر الإنسان في العمر كلما زادت احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وجود تاريخ مرضي في العائلة، يعني لو في أحد في العائلة عندك مصاب بارتفاع ضغط الدم ممكن يزيد من احتمالية إصابتك بهذا المرض. السمنة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كلما زادت كتلة الجسم عن الطبيعي زاد معاها ضغط الدم. وعلى فكرة موضوع السمنة من المواضيع المهمة ولها عدة مخاطر على الجسم، إذا حابين نتكلم عنها في فيديو قريب أكتبوا لي تحت في التعليقات. يعتبر التدخين من أهم عوامل الخطر اللي بتزيد من احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم. المواد الكيميائية الموجودة في الدخان بترفع الضغط بصورة حادة، وكمان السموم الموجودة في الدخان بتحدث ضرر على جدار الشريان من جوا، بتسبب تضيق في الشرايين، تزيد من احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين. في نقطة جدا مهمة حابة أنبهكم عليها، يمكن أنت ما بتدخن بس الشخص اللي بتجلس جنبه بيدخن. أنت الآن نسميك الباسيف سموكر أو المدخن السلبي، فبالتالي بتكون عرضة لنفس المخاطر اللي معرض لها الشخص اللي بيدخن. أنت الآن نسبة إصابتك بأمراض القلب والشرايين أكثر من أي شخص آخر ما بيجلس في مكان فيه دخان،
فبالتالي نصيحتي لكم تبتعدوا عن الأماكن المغلقة واللي بيكون فيها الشخص جنبكم بيدخن. هل سمعت قبل كده أحد بيقول فلان رفع لي ضغطي؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هو نوعا ما صحيح. طبيا القلق والضغوطات النفسية والعصبية بتسهم في ارتفاع بعض الهرمونات اللي بترفع الضغط بصورة حادة. بالإضافة الأشخاص اللي عندهم ضغوطات نفسية بيتبعون نظام حياة غير صحي من الأكل والتدخين وغيرها من العادات السيئة، فبالتالي ممكن ترفع الضغط عندهم. بعض الأمراض المزمنة معروف أنه ممكن تسبب ارتفاع في ضغط الدم زي أمراض الكلى. وعلى فكرة مرض الكلى ممكن ينتج من ارتفاع ضغط الدم، ومرض الكلى ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم. المرضى اللي عندهم انقطاع التنفس أثناء النوم، واللي عندهم السكري وغيرها من الأمراض المزمنة. في بعض الحالات ممكن تصاب المرأة الحامل بحالة نسميها تسمم الحمل تصاحبها ارتفاع حاد في ضغط الدم. هذه تعتبر واحدة من الحالات الطارئة في أمراض النساء والولادة. الأطفال كمان عرضة لارتفاع ضغط الدم في حالات معينة وحالات ثانوية كالمرضى المصابين بأمراض الكلى وأمراض القلب شافاهم الله. المرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم بيكونوا عرضة لمضاعفات كثيرة سببها الارتفاع المزمن في الضغط اللي بينتج عنه ضرر على الجدران الداخلية للشرايين اللي بتأثر على أعضاء الجسم. في بعض الحالات يصير عندهم حالة طبية نسميها أنيوريزم اللي هو توسع وتمدد في الشرايين. الارتفاع المزمن في الضغط بيضعف الجدار الداخلي للشرايين يسبب توسعها، وفي حالات لا سمح الله ممكن يصير في انفجار لهذا الشريان. هذه حالة خطرة مهددة للحياة. ارتفاع ضغط الدم المزمن ممكن يسبب تصلب في الشرايين اللي بينتج عنه جلطة في الدماغ أو في القلب لا سمح الله. ممكن أن يحصل هذا التضييق في الشرايين في أي عضو في الجسم، مثلا الكلى ممكن ينتج عنه قصور كلوي مزمن، وإذا حصل في شرايين العين ممكن ينتج عنها تأثيرات في شبكية العين اللي بتأثر على النظر. فشل عضلة القلب واحدة من المضاعفات المحتملة اللي مريض الضغط بيكون عرضة لها. علشان يقدر القلب يضخ الدم في الشرايين بيواجه مقاومة عالية بسبب ارتفاع ضغط الدم، فلازم يضخ الدم هنا بطاقة أكبر من المعتاد. مع الوقت هذا راح يضعف العضلة وينتج عنه فشل في عضلة القلب. من المضاعفات المحتملة للضغط اللي يمكن كثير منكم ما يعرفوها هي ضعف الذاكرة، وممكن كمان يؤدي إلى نوع من أنواع الخرف. بالفعل ارتفاع ضغط الدم مع الوقت ممكن يؤدي إلى تضيق الشرايين المغذية للدماغ، فبيؤثر على تدفق الدم للدماغ. هذا بيؤدي إلى نوع خاص من أنواع الخرف. وكمان ما ننسى ارتفاع ضغط الدم ممكن يسبب الجلطات في الدماغ. كانت هذه بعض المعلومات المهمة عن القاتل الصامت، مرض ارتفاع ضغط الدم. واتفقنا أنه عدم وجود الأعراض مو معناته أنه الشخص غير مصاب بارتفاع ضغط الدم. تابعوني في الفيديو القادم، راح استكمل الحديث عن مرض ارتفاع ضغط الدم، وراح اتكلم عن مواضيع جدا مهمة زي كيف بنشخص ارتفاع ضغط الدم، قبل ما تزور الدكتور في العيادة ايش المعلومات اللي تحتاج تعرفها عن مرض ارتفاع ضغط الدم، وايش الاسئلة اللي المفروض تجهزها لدكتورك، ومعلومات ثانية مهمة. لا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات علشان توصلكم الفيديوهات اول باول، وتشتركوا في القناة وتعطونا اعجاب لهذا الفيديو، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاصحاب. أنا أرحب بكل تعليقاتكم، أشوفكم الفيديو القادم، ودمتم بصحة وسلامة.